Bien sûr. Nous ne sommes pas en train de se faire. Deuxièmement, في طرحك الوزير اللي يواجه المشاكل لازم يطيح معناه اللي عنده مشاكل عنده الحق ونجيبهم لك في القطاعات الثلاثة اللي ذكرتهم قطاع التربية الوطنية أنا نحيي السيدة الوزيرة كانت لها الصبر الكافي والجرأة الكافية في التعامل مع النقابات تاع قطاع التربية الوطنية وهم 10 والحمد لله الصواب تغلب إن شاء الله اليوم نكمل في استمرار العملية وننجح في تنظيم عملية البكالوريا بسلام لأبنائنا قطاع الصحة الوزير قائم بدوره فيما يخص الحوار ونأمل أن الحوار والمصلحة العامة تتغلب عند الكل من اليقين ما يشرح تقبل الحكومة بهذا الوزير أو بوزير آخر تصحر طبي للجزائر نكسبترون با ديزرتيفيكاسيون ميديكال السبيسياليست ولادنا كونتهم الجزائر الوزير قدم لهم أشياء باش تكون ظروف عملهم في ظروف أحسن لكن لازمنا الأخصائيين يكونوا في كل تراب الوطني